ألف بعد الشر عليك يا حبيبي. زياد، ألف سلام عليك يا زياد. سيد، مين اللي جانا حياتك ولا كسر لك دماغه؟ أنت عرفت منين اللي حصل يا سيد؟ عرفت زي ما عرفت. أنت مالك؟ طمنا عليك، أنت حاسس بإيه؟ عامل إيه دلوقتي يا زياد؟ يا جماعة خناقة وعدت، أنا مش عارف مكبرين الموضوع على إيه. كنت غطسان فين بقالك فترة يا سيد؟ ها؟ ما أنت عارف كل واحد بيجري على مصالحه. استأذن أنا بقى. نورت. سيد جاي عشان يطمن على زياد يا رحيم، أنت عارف هو بيحبه قد إيه؟ أظن دي فرصة بقى عشان تتصاف. سيد، رد عليا في المركب. لك عندي شغلانة. ليه يا أبو نزل؟ هو الواد اللي على البره عندك واخد أجازة عايزني مكانه. وأنت شايفني غويك قوي كده عشان أشغلك شغلانة مهمة زي دي؟ بقولك يا زياد، لو احتجت أي حاجة أي حاجة كلمني على التليفون. وليها رؤى. حبيبتي، نسكافيه برد. دودو، انت مش ناوي تجي لي عياده تاني ولا ايه؟ واجي لك ليه؟ ما انا المشكله اللي كنت فيها خلصت خلاص. اه، المشكله خلصت، بس انت لسه ما عدتيهاش. ما انا كويسه اهو زي الفل. دودو، انت ما اتكلمتيش على الفتره الصعبه اللي فاتت، ما خرجتيش مشاعرك. لازم تتكلمي من اول الازمه ما بدات لغايه دلوقتي. قولي لها يا حبيبتي، قولي لها تاخد بالها من نفسها كويس ومن اللي حواليها كمان. ما يصحش ابدا تعملهم وحش مهما كان اللي حصل. تصوري انها ما رضيتش تركب مع عماد ساعه ما خرجنا من القسم. وايه اللي جاب سيره عماد دلوقتي يا ماما؟ ايوه، لازم تفهميني وتفهمي صاحبتك ليه اصريتي تركبي مع رحيم وتسيبي عماد كده واقف وسط الشارع في منتهى الاحراج كده. عشان ما كانش ليا مزاج اروح معاه. بعدين رحيم هو اللي خرجني من السجن، ولا نسيتي؟ لا يا حبيبتي، ما نسيتش، بس انت كمان ما تنسيش ان هو السبب في دخولك السجن. وبقى تاني الموضوع ده؟ ايوه تاني، لان حياتك كانت طبيعيه جدا طول ما هو في السجن. اول ما خرج الدنيا اتقلبت فوق دماغه. يبقى مين السبب، هو ولا لا؟ داليا، الفتره اللي فاتت كانت صعبه واعصابك تعبانه ومش عايزه تيجي العياده. طب خلينا نخرج، خلينا نتبسط. اوكي اوكي ماشي. اوكي ده الملف اللي سيادتك طلبته مني، في اسم كل الموظفين الكبار اللي شغالين في البنوك وتحقق معاهم بعد الثوره. اتفضل سيادتك. لخص يا خالد. امر ما عليك. اول ورقه فيها جدول متدون فيه اسم كل موظف وموقفه القانوني. 21 معلوم شبه جنائيه. طب والتسعه الباقيه؟ فيهم اتنين اسمهم عزت، واحد اسمه عزت منصور والتاني اسمه محمود عزت. حاضر يا فندم. محمود عزت اتقبض عليه وخرج لعدم كفاية الأدلة، ودلوقتي شغال محاسب في سوبر ماركت. والتاني انتحر. انتحر؟ من إمتى؟ تقريبا من سنة ونص. انتحر ولا اتقتل ولبسوه موضوع الانتحار ده؟ كل الشواهد بتقول إنه انتحر فعلا. رمى نفسه من بلكونة شقته في الدور العاشر في مدينة نصر، والشقة دي كان مأجرها تقريبا قبل الحادثة دي بحوالي اسبوع. كانتش مع مراته، اخته، البواب ولا اي حد يا فندم. قبل الحادثة دي بسنة كان مطلق مراته، وكل الجيران بتقول ان مفيش اي حد كان بيزوره. ومراته فين دلوقتي؟ اتجوزت وقاعدة في شقة في المقطم، وعنوانها موجود في الملف سيادتك. واجب نعزيها في جوزها الاولاني. تمام يا شيخ. بس عارف اهم حاجه في الليله دي ايه؟ ان الزبون ينبهر. فهمني يا بابا؟ صبح عظمته. اهلا يا شبوره، ايه الاخبار؟ الاخبار مش حلوه خالص الصراحه عظمته. ليه؟ يعني الموضوع متجعلص حبتين.
رحت عشان اسال على مراد، ده في عنوانه اللي اديتهولي. طلع عزل من هناك بقاله سنتين، قعدت اعس على حد يديني عنوانه الجديد لحد ما وصلت له. حلو. لا مش حلو. رحت عنوانه الجديد ده عشان اسال عليه، قالوا له انه اصلا خبطته عربيه ومات من سنه ونص. مات؟ طب وما تعرفش مسكوا اللي خبطه ولا لا؟ ما فاتتنيش دي برضه عظمته، سالت عليها، طلعت العربيه اللي خبطته وهبقت اختفت، محدش عرف يجيبها. طب وممدوح؟ ده ممدوح ده بقى حواره حوار، ده حواره متجعله سطر من مراد. ده بقى كان قاعد مع اصحابه في البيت سهرانين مع بعض، نزل يجيب علبه سجاير مرجعش اختفى، طلبوا البوليس معرفش يجيبه. قعدت بقى انا شمشم على حد يقول لي معلومه، يقول لي راح فين جاي منين، بس اهل المنطقه شكوا فيا، حسوا ان انا غريب. لقيت بقى نفسي داخل في سين وجيم وحاء ودال، رحت مالس منهم في مينت الا مينت قبل ما يتحفل عليا. طب وقالوا مصدقوا انه اختفى؟ ايه استعوضوا ربنا فيه؟ لا قالوا قدموا كذا بلاغ، بس الحكومه ما عرفتش تعمل حاجه. اصل انا مؤاخذه عظمته، يعني الحكومه هتدور على مين ولا مين؟ ما هو كل يوم في واحد بينزل من بيتهم وما بيرجعش. وحصل امتى الكلام ده؟ تقريبا من سنه ونص. برضه؟ ما فاتتنيش دي برضه عظمته. لا وصلت لحاجه؟ الصراحه لا. طب اخلع انت وعلى تليفونات. حصل عظمته. لتشوف. حبيب قلبي يا ناس، طبخت لك بايديا. يلا قولي بقى عامل ايه؟ الوجع خف شويه يا حبيبي؟ الحمد لله. طب وانت عامل ايه؟ تعبان؟ اكيد زعلان من اللي حصل، بس الحمد لله. قدر ولطف، قدر ولطف. انا مش زعلان من اللي حصل، انا زعلان من اللي انت بتعمليه. انا عملت ايه زعلك بس يا زياد؟ هو انت لغايه امتى هتفضلي مكسوره قدام سيد؟ سكتي سكتي زي كل مره بتسكتي فيها. مره لما رحيم اتسجن وخد منه المركب، والمره التانيه لما طرد جده هشام من القصر، والمره التالته لما ضربني قدامك وانت قاعده ما تهزتيش. كان غصب عني يا زياد. هو معقول يكون ده حب؟ هو في حد بيحب الاهانه؟ الاهانه بتضيع اي حب. بص يا زياد، انت مش فاهم. انا فعلا مش فاهم. في الاول قلت يمكن خايفه، رحيم مسجون، جده كبر في السن، هشام كلنا عارفين عايش نفسه بس. لكن دلوقتي ايه؟ انت عارفه انت اختي مين؟ انت اخت رحيم السيوفي. عارفه يعني ايه رحيم السيوفي؟ زياد في حاجات كتيرة قوي انت مش عارفها. خلاص يبقى تعرفيني. انت عارفه يعني ايه ابن يشوف كل يوم امه بتتهان؟ بص يا زياد، في حاجات بين الراجل ومراته ما ينفعش تتقال، بكره لما تكبر هتفهم. انا كبرت على فكره، كبرت بدليل اني مش قادر اشوفك بتتهاني كل يوم من سيد. على فكره سيد مهما عمل هو ابو بناتي، وبكره لما تتجوز هتعرف كويس قوي يعني ايه الست لازم تضحي وتستحمل عشان عيالها. بس انت استحملتي اللي محدش قدر يستحمله. ليه محسني انك مقطوعه من شجره؟ ها؟ عندك عيله تقدر تحميكي انت وبناتك. مش هتفهمني، مش هتفهمني يا زياد. بس كل اللي انا عايزاك تعرفه وتتاكد منه ان انا بحبك قوي. بحبك وبخاف عليك فوق ما تتصور والله. انت لو فتحت قلبي هتلاقي نفسك قاعد جواه والله. والله بحبك قوي. خلاص انا اسف. وحشني يا رحيم بيه، وحشني الشغل معاك والله. ما انا علشان بقالي فتره ما شفتكش
ما رضيتش اجي لك بعد الغيبه الطويله دي وايدي فاضيه. وامرني. ما يامرش عليك ظالم. البضاعه بتاعت كمال النوري اللي مركونه في المينا بقالها كام شهر. مالها؟ تلزمني. ما تغلاش عليك يا رحيم باشا، بس انت عارف مفيش قشه بتخرج من المينا الا بورقه. وادي ورقه. ده ورق تخليص البضاعه. وعشان انت راجل موظف خبره وقديم، عارف طبعا ان الورق ده مضروب، بس مضروب بذمه، علشان كده هيعدي عليك ومش هتاخد بالك. وساعتها بقى الرجاله هتبتدي تحمل البضاعه على العربيات، واول ما العربيات تخرج من المينا بنص ساعه بالظبط، وعلشان انت موظف شريف هتصرخ وتقول يا جدعان يا جدعان الورق ده مضروب رجعوا العربيات. وعلشان انت كمان قلبك طيب مش هترضى تعمل محضر، هتعمل اثبات حاله وبس، وتعمل اتصالاتك وترجع السواقين بالعربيات وتدخل العربيات المخازن وننزل البضاعة تاني. الله ينور عليك. وتعدها علبة علبة وعلى الأقل من مهلك. بس البضاعة اللي خرجت مش هي نفسها البضاعة اللي رجعت. ايه ده؟ ده انت ما طلعتش موظف شريف وبس، ده انت طلعت موظف برم كمان. دودو ما تقومي ترقصي. مش مزاجي. ما هو عشان كده لازم تقومي. يلا. ايه ده علاج جديد بتجربي فيا ولا ايه؟ بالظبط. يلا قومي بقى. يلا. ايه هقوم ارقص لوحدي؟ يا ستي اطلعي انت بس وشوفي كل الناس دي هتيجي وراكي. يلا قومي. هو انت قلت لعماد ان انا هنا؟ عماد هو جه؟ ايه يا دنيا؟ عماد مش محتاج عزومه، ده صاحب مكان، احنا كل ليله سهرانين هنا اصلا. مساء الخير. مساء الفل. عمي. ايه يا دودو؟ ما ترديش على تليفوني ليه؟ كده عشان افضل مبسوطه. هو من امتى تليفوناتي بتضايقك؟ من زمان. ده كلام جديد بقى؟ ما تتعود عليه بقى. جارية داليا، انت بتعرف الشرب ولا ايه؟ انا مش عارفه ازاي جاي تتكلم معايا كده عادي بعد ما بلغت عني. انا كنت هتسجن تاني بسببك. اوكي، واديكي خرجتي بالسلام. بقولك ايه، ما تيجي ننسى. انت يا مريض يا مجنون. وانا ممكن اكون مجنون، لكن انا مش حرامي زي رحيم. باخد مجهود غيري. الخطه دي كلها والتخطيط ده كله انا اللي عامله، هو دخل في الاخر برشط وعمل فيها شجاع السيما. انا زهقت منكم من رحيم وقرفت منكم انتوا الاثنين.